قعدت 5 سنين في انبي، كنت واخد احسن ناشئ في القطاع كله. رحت رايح اتحاد الشرطه من انبي في الشرطه، مضيت قعدت في اتحاد الشرطه برضو 5 سنين. الدنيا اتدهورت شويه بعد الثوره، والدي توفى وانا عندي 16 سنه. لما توفى انا كنت في حته، بقيت في حته تاني خالص في لحظه. قعدت في الشرطه، كنت يعني بروح التمرين بالعافيه، مواصلات بقى، وابتدينا نتجه بقى لحاجات تانية، شغل ونفتح حاجه تحاول تجيب لنا ماديات منها، عشان والدتي طبعا ما كانت عمرها ما تفتح ولا تعمل اي حاجه، بس عملت كده عشان تقدر تكمل معايا برضو. نادي بقدم جاتوهات والكلام ده، وفي الوقت ده اتصبت في الشرطه، جالي اصابه في ظهري، كانت صعبه شويه. قعدت سنه ملعبش. طبعا ليه فضل كبير قوي 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 عليا كابتن طارق عبد الله، وقف جنبي ودعمني وايدني قايمه اولى. بعد ما قعدت سنه كامله ملعبش، جه قال لهم لا ده ما ينفعش يمشي من النادي، لانه في يوم من الايام هيجيب لكم حاجه كويسه، ولعيب مميز. اتصبت بعد الاصابه دي، قعدت سنه، رجعت لعبت معاهم بقى اللي كانت صعبه في حياتي كلها. كنت علشان انزل التمرين بس لازم اتمرن ساعتين على الاصابه اللي عندي، لازم اتمرن الساعتين دول. في السنه دي مع الكلام ده كله جبت 15 جون وعملت زيهم، وخدت احسن لعيب في الدوري في الوقت ده. الفريق الاول مع كابتن خالد القماش، انا وعشرة من زمايلي، خدنا بطوله الجمهوريه وانا مع العشرين سنه، وجبت 15 جون طبعا وعملت زيهم. رحت متصعد انا وعشرة زمايلي مع كابتن خالد القماش. وبعد كده المقصة، لعبنا ماتش المقصة في الكاس، فالناس شافتني. كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم كلموني قبل ما اروح المقصة ب 12 ساعة تقريبا، كنا 12 بالليل وانا رايح الصبح الساعة 10 او 12 المقصة. صريح، انا تحت امر حضرتك يا كابتن، ده شرف كبير ليا ان ابقى متواجد معاك، بس انا اديت كلمة للمقصة ومش عايز ابتدي حياتي كده. خدني من المقص، كلمهم ولو هم وافقوا انا مع حضرتك. قال لي لا ما تقلقش من الامور دي، انا هتكلم وان شاء الله هتبقى متواجد معانا. كلمهم، فالنادي تقريبا ما وافقش المقصة ومضيت للمقصة. مميز برجلي الشمال، بلعب برجلي الشمال زي اليمين بالظبط، ودي ميزه بتريحني في الملعب. ما يعني الشايل هم ان انا لازم اعدلها على يميني او اشوط، دي بتفيدك في الملعب جدا. وانا صغير كنت بتشبه بابوتريكا، كنت بلعب بوش رجل خارجي كتير، وكنت بلعب تحت المهاجمين زي الكابتن ابوتريكا طبعا، وده مثلي الاعلى في مصر من زمان، وكان نفسي ألحقه في اللعب وألعب قصاده أو جنبه، كانت حاجة بتمناها جدا جدا. اتخذت في منتخبات الناشئين وأنا صغير كذا مرة، ما استمرتش بعد، كان حظ وحش في الفترة دي إن المنتخبات ما تستمرش. بعد كده المنتخب لعبنا ماتش ودي، الشرطة لعبت المنتخب الأولمبي ماتش ودي، عملنا ماتش كنت ماشي فيه كويس، كان كابتن هاني اللي ماسكنا. في الفترة دي أنا اتسأل، حد كلمني وسألني أنت مواليد كام؟ كنت أنا في درجة في الممتاز، ولما كلموني أنا قلت لهم 10/9/96، الموضوع وقف على شهرين ونص. فرص الانضمام للمنتخب دلوقتي كويسة، كمستر أجيري مش بيفضل حد على حد، الكويس أو الماشي كويس بياخده، ما بيفرقش معاه أسامي، كابتن هاني رمزي طبعا معاه،
اكيد بيدي له فكره عن اللعيبه. هدف في دجله التسديده، في ان انا كنت في بوزيشن في الملعب ما يسمحش ان انا اسدد. اول ما الكره جت لدسوقي الباك الشمال، خدت 3 خطوات لتحت علشان ابقى وشي للجون، وكمان ابقى فاتح مساحه لنفسي ان انا اقدر اسدد. الاول ما كنتش بفكر في الاحتفال قوي، كنت كل ما بجيب هدف لازم اسجد واشكر ربنا عليه. يعني دماغي حابب احتفالين اصلا بتوع جريزمان اللاعب الفرنسي اللي في اتلتيكو مدريد دلوقتي، فانا كنت راسم في خيالي يعني ان انا اول ما هجيب هدف فلازم اعمل الاحتفال ده. هو بيحط ايده هنا وبيحط ايده على جنبه كده ويرفع رجليه الاثنين. طبعا المدربين اللي انا اشتغلت معاهم مدربين عاليين جدا وكبار جدا، بس انا كنت حابب الشغل مع كابتن ايهاب جلال.